موضوع جدا يعني مخيب للأمل، يعني موضوع جدا سلبي بعيد عن كل الأمور الإيجابية الموجودة به، لكن هو موضوع مستفز جدا. وتحديدا يعني أنه إحنا بالعراق صارت عندنا هواية ظروف، هواية أمور اقتصادية مرينا بها، هواية أزمات، لكن المشكلة اللي عندنا أنه إحنا فوق الأزمة اللي صار عندنا والظروف القاسية اللي نمر بها ما نتعلم من عندها، ولا نقدر نحافظ على مكاناتنا بشكلها الصحيح، ولا نقدر نحافظ على بيئتنا ونظافة مناطقنا. النظافة هي أنا أشوفها اليوم مسؤولية كل مواطن، هي مو فقط أنه عامل النظافة، مو فقط مسؤولية وزارة البيئة، لا لا لا، ما لها علاقة بالأمور، هي مسؤولية فردية، هي تعاون مشترك بيننا وبينهم. يعني أنا إذا ما أقدر أحافظ على نظافة منطقتي، نظافة الأماكن اللي أروح لها، ما راح نقدر نحصل على أنه تكون شوارع محافظاتنا وعراقنا الحبيب بالشكل الصحيح. صحيح. النقطة اللي راح نتحدث بها عن منطقة الحبانية تحديداً، يعني هي مدينة سياحية ومعروف عليها أنه المدينة السياحية تستقبل يعني مو فقط المحليين، تستقبل وتستقطب هواية سائحين من كل أنحاء الوطن العربي. فللأسف اللي شفناه واللي شيء اللي يقهر ويحس بقلوبنا أنه شفناها بعد أيام من عودتها وفتحها، اللي شفناه أنه مليئة بالنفايات والأوساخ، واستقطبت بالفترة الأخيرة يعني في هذه الأيام السواح المحليين. يعني خلينا نشوف وياكم هذه الصور اللي هي دليل عن كلامي، يعني هي قبل افتتاحها بدنا نشوف الصور شلون جميلة وشلون ألوان زاهية ومهيئة لاستقبال الناس. ماكو أي نفايات، ماكو أي شوائب، أي أشياء أنه ممكن تقلل من جماليتها. الأطفال دي يلعبون بالماء، نشوف الخضار والمساحات كلها جدا جميلة، هذه قبل افتتاحيتها وجدا راقية. أما اللي صار واللي راح تشوفوه ويانا بالصور هسه، هذا نشوف هنا العوائل، الأمور جدا طبيعية والعوائل والنظافة والأجواء الراقية، فعلا سياحة حلوة. لكن اللي صار واللي شوفوه هذه الصورة اليوم، هذه قبل أيام البارحة تحديدا تم تداولها بالحبانية، ده شوفون يعني طبعا مليانة بالنفايات، يعني شوفوا هنا يعني حتى تباعد اجتماعي ماكو، النفايات موجودة بالحدائق ومنتشرة يعني بين الناس، النفايات موجودة ومدن يعني مدن نفرز هنا. هنا ده نشوف يعني بالحبانية اللي على جرف المي ده نشوف الأوساخ، يعني القواطي والبطالة والنفايات الأكل. والحلو الموضوع أنه الناس مستمتعين وقاعدين بكل محبة ومتونسين على هذه الأمور. فهذا الموضوع السلبي الموجود اليوم يعني من المسؤول عليه المواطن أول واحد، هذه نقطة، حتى لا يقولون أنه أنتم تحملون العبء فقط على الجهة المعينة أو الجهات المعنية، لا، المواطن هو اللي يتحمل هذا العبء أول شخص، لأنه هذه النفايات الموجودة منه اللي جابها، أنا وأنت وهو وغيرك وغيرك اللي رميتوها بهذا الشكل. ويعني هي منطقة سياحية، هي اللي تستقبل سائحين من كل مختلف الوطن العربي، يعني مو فقط محليين اللي هم من العراق. لازم أظهر صورة بلدي بالشكل الجميل، أظهر مناطق بلدي بالشكل الحضاري اللي يليق باسم العراق، بتاريخه، بثقافته، بناسه. لكن البارحة أنا شفت يعني هواي بوستات موجودة على السوشيال ميديا وعلى الفيس، الناس حتى يعني تنعت المنطقة الحبانية بمفردات جدا بذيئة للي شافوه واللي طيب يا أخي أوكي أنا وياك بهذه النقطة، هو من اللي رمها بالنفايات؟ السواح اللي راحوا والسائحين الموجودين اللي هم محليين، يعني هم مو من خارج العراق اللي جوي، لا هم مواطنين عاديين، هم أنا وأنت وغيري وغيري. هذه النفايات اللي صارت موجودة اليوم بالحبانية اللي تشوه صورة المناطق السياحية اللي عندنا، بالتالي العوائل ما راح تقدر تروح لهذه المناطق. أولا خوفا من الوباء، خوفا من يعني الفيروسات، مو فقط تحديدا كورونا، لا، هذه النفايات تجذب لنا عدد كبير وهائل من النفايات. فاحنا ليش اليوم ما نقدر نحافظ على مناطقنا؟ ليش اليوم احنا فوق الازمات اللي نمر بيها نكون اكثر واكثر نحمل بلدنا عبء اكثر؟ اتمنى تكون اكو ثقافه ووعي حضاري ووعي صحي ووعي للنظافه. فنتمنى المواطن يتحمل مسؤوليه كل اللي سواه، وكل شخص بينا يعيد النظر بهذا الموضوع ويعيد نظافة هذه المنطقة السياحية اللي هي مو اعتباطا، لا، هي تستقبل مو فقط المحليين، تستقبل هواية سائحين من كل الوطن العربي، وهذا شيء يعكس كل يعني بيت أي شخص، لأنه إحنا أي ضيف اللي يجينا لازم أول أساس يكون نظافة البيت ونظافة داخل المنزل. فنتمنى أنه رسالتنا وصلت ونكتفي بالصور اللي شفناها، وكل مواطن يكون هو مسؤول عن نظافة منطقته ونظافة بيئة بلده. طبعا ننتقل حاليا للموضوع الأخير وهو